بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها رد على الطائفتين المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، وغلو في الإثبات، ورد على المعطلة الذين ينفون عن الله أسماءه وصفاته فرارا من التشبيه، لأن يقولون لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين، السمع والبصر والكلام، فلو أثبتناها شبهنا الله بخلقه فينفونها فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه، فهم غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الرب سبحانه فرارا من التشبيه بزعمهم، ولم يعلموا أن صفات الله خاصة به وصفات المخلوقين خاصة بهم. فهي وإن اشتركت في اللفظ فإنها تختلف في الحقيقة، فصفات الله تليق به سبحانه، وصفات المخلوق تليق بالمخلوق، لا تشابه بينهم في الحقيقة وإن تشابهت في اللفظ. هذه هي القاعدة التي يخرج بها من تعطيل والتمثيل، أن نقول لله أسماء وصفات تليق به سبحانه، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، وإن اشتركت في اللفظ سمع بصر كلام ما أشبه ذلك. فهذا الطريق الصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. فهو سبحانه موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. نعم، صفاته لائقة بذاته سبحانه وتعالى، لائقة به وبذاته، ولا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين. نعم. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره. نعم، هذا هو الفارق الواضح بين صفات الرب وصفات المخلوقين، وإن اشتركت في اللفظ والمعنى إنها تختلف في الحقيقة والكيفية. الله جل وعلا في هذه الآية رد على المشبهة وعلى المعطلة، قال ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة. نعم. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه. لا يلزم من إثبات صفة الله تشبيه في الحقيقة والكيفية، وإن تشابهت في اللفظ والمعنى. نعم. ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. أي نعم، هذا هو الفارق، أن صفات الخالق تليق بالخالق
صفات المخلوق تليق بالمخلوق. نعم. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. نعم، الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وما يليق به، فأثبت لنفسه هذه الصفات، هو أعلم بنفسه. وليس بعد الله أعلم بالله من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت الرسول هذه الأسماء والصفات، فدل على أنه لا يلزم من إثباتها التشبيه، بل يقال المخلوق له صفات تليق به والخالق له صفات تليق به. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا نفيت ما أثبته الله أو أثبته رسوله كنت كافرا بما أنزل على محمد، لأن هذه الأسماء والصفات نزلت على محمد في القرآن، والرسول وصف ربه بها، فإذا نفيتها فأنت مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه. نعم، وصفته بما وصف به نفسه فإنك تنفي مشابهته لخلقه سبحانه وتعالى. نعم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء. فلا تشبه بخلقه كما فعلت المشبهة والممثلة، فإن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، أي شيء لا يشبه الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. نعم، لأنك نفيت ما أثبته لنفسه وعطلت الله من أسمائه وصفاته. نعم. فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. نعيم بن حماد رحمه الله هو شيخ البخاري من مشايخ الإمام البخاري، فهو عالم متضلع وإمام جليل، يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما أثبته لنفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته لنفسه تشبيه ولا تمثيل. هذا كلام نعيم بن حماد المروزي رحمه الله، وهو كلام أهل السنة قاطبة، هم على هذا. نعم. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. نعم، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. هذا خبر ليس، يعني ليس تعمل عمل كان. نعم. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، سيأتي هذا إن شاء الله. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. أي نعم، من نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد زل ولم يصب، وكذلك من شبه الله بخلقه زل ولم يصب التنزيه. نعم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه لأن له المثل الأعلى. نعم، ولله المثل الأعلى، وهذا ما يسمى بقياس الشبه، فلا يقاس الله بخلقه
لا قياس علة ولا قياس شبه. الله جل وعلا لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه في شيء من الأشياء. نعم. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة يعني بالبعث مثل السوء، أي صفة السوء والقبح، ولله المثل الأعلى. فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي منح هذا للمخلوق فهو أولى به. نعم. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى، مثل الأعلى الذي لا يشبهه شيء، وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلا أحد يشبهه، لا ولا يقاس بخلقه، لا قياس شمول ولا قياس علة. نعم. فجعل سبحانه للسوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي المثل القبيح الباطل. ثم قال: ولله المثل الأعلى الذي لا يشابهه فيه أحد. نعم. وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. نعم. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. نعم. ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى. وهؤلاء هم المعطلة. نعم. ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. نعم. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه. نعم. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. نعم. ولله المثل الأعلى لا يشاركه فيه أحد. المثل الأعلى يتدخل فيه الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. نعم. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه. نعم. فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العالمي، والخبر عنها وذكرها، وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكره. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا. سواء علمها العباد أو لا. الله جل وعلا له أسماء استأثر بها ولم يبينها لخلقه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم، يخاطب ربه، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك،
أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن هناك أسماء استأثر الله بها ولم يبينها لخلقه، نعم، ولم ينزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. نعم. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله. هذا هو المثل الأعلى على هذا القول. نعم. وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا. نعم. بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. نعم. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جهى، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، مثل الأعلى في السماوات عند الملائكة وعند أهل السماوات يثبتون لله المثل الأعلى الذي لا يشاركه فيه غيره، وأهل الأرض كذلك المؤمنون منهم وأتباع الرسل يثبتون لله المثل الأعلى. نعم. وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فليس بهم عبرة ولا لا عبرة بهم. نعم. فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال سبحانه وتعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون، من في السماوات والأرض قانتون لله، فمنهم من هو قانت طوعا وتقربا إلى الله، ومنهم من هو قانت لله قهرا. فالكفار قانتون لله بمعنى أنها تجري عليهم مقادير الله ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى، فهم قانتون له قهرا لا اختيارا. نعم. لأنهم تجري عليهم أحكام الله وأقداره فهم قانتون. نعم. الثالث فالقنوت قانت لله طوعا وقانت لله قهرا. نعم. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. نعم. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن في المثل الأعلى. نعم. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفة، ويعمى عن تمام الآية وهي قوله وهو السميع البصير، حيث أثبت لنفسه السمع والبصر، ولا يتنافى هذا مع أن له المثل الأعلى. نعم. حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد. ولهذا يقولون، ويقول شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول ما من مبطل يستدل بآية إلا وفي الآية ما يرد عليه، ما من مبطل يستدل بآية أو حديث إلا وفي الآية أو الحديث ما يرد عليه. نعم.
ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون. هذا أحمد بن أبي دؤاد إمام أهل التعطيل وأهل الضلال، وهو في عهد المأمون، في عهد الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد، المأمون الذي تسلط على أهل السنة خصوصا الإمام أحمد، تسلط عليهم، ثم جاء من بعده ابنه المعتصم والواثق، كلهم تتابعوا في تعذيب الإمام أحمد رحمه الله، حتى جاء عهد المتوكل ابن هارون الرشيد رحمه الله فأفرج عن الإمام أحمد وناصره وأيده. نعم. حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير. أهل الضلال يؤول بهم الأمر إلى هذا، يعني أشار على المأمون أن يكتب هذه العبارة بدل العبارة التي في القرآن من كيده وضلاله والعياذ بالله. جاء رجل إلى ابن عامر أحد المقرئين قال أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أريد أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى، يعني موسى هو الذي كلم الله، وكلم الله موسى تكليما. قال هبني قلت هذا أو قرأتها هكذا، ماذا تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فانخصم الخبيث ولم يستطع الإجابة، كلمه ربه، ما هو موسى هو اللي كلم الله، الله كلم موسى، نعم كلمه ربه. نعم. كما قال الضال الآخر جهم ابن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. الجهم بن صفوان هذا اللي تنسب إليه الجهمية، تنسب إليه الجهمية، وهو تلميذ للجعد بن درهم، تلميذ للجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلميذ لطالوت اليهودي، فهم سلسلة من الضلال والعياذ بالله. نعم. كما قال الضال آخر جهم بن صفوان وددت أن أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. نعم. وفي إعراب هذا ضلال مبين والعياذ بالله، يريدون أن يتصرفوا في القرآن ليوافق أهواءهم، يريدون أن يتصرفوا في كلام الله ليوافق أهواءهم وضلالهم، لكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. وفي إعراب كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، ليس مثله يعني ليس مثله شيء، زيدت الكاف هذه للتأكيد، للتأكيد كمثله. نعم. والأصل ليس مثله شيء. نعم. أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد، قال أوس ابن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى، هذا في شعر العرب هذه الصيغة، وجاءت في القرآن ليس كمثله شيء. نعم. وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري. نعم. وقال آخر وقتل كمثل جذوع النخيل، فيكون فتكون هذه العبارة جاءت في لغة العرب ليس كمثلي. نعم. فيكون مثله
خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن. نعم، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس من أخوات كان، ليس من أخوات كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء، زيدت الكاف للتأكيد، فقال سبحانه ليس كمثله شيء. نعم، والأصل ليس مثله شيء. نعم، أو ليس مثله بالفتح خبر ليس. نعم، وشيء اسمه مؤخر. نعم، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. نعم، وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. نعم، وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثث، وقول ككما الكاف الأولى زائدة. نعم، وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول، فأصبحت مثل كعصف مأكول، مثل هذه زائدة، أصله ليس، أصله كعصف مأكول. نعم، الوجه الثاني أن والعصف هو التبن، العصف هو التبن، والحب ذو العصف الريحان. نعم، الريحان الورق، والعصف التبن إذا يبس. نعم، الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن هو الصحيح. نعم، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، ولو بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. ما أن اسم يأتي زائد، إنما الحرف هو اللي يأتي زائد. نعم، الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله. نعم، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف ولا مثل له. نعم، وقيل غير ذلك، والأول أظهر. الأول وهو الأول سلمك الله أنها زائدة، أنها زائدة للتأكيد. صيغة زيادة للتأكيد. نعم، قال الإمام الطحاوي رحمه الله خلق الخلق بعلمه. نعم، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير، خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. نعم، قال الشارح خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. نعم، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. نعم، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. نعم، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم، فهذا الخلق المتقن، هذا الخلق الواسع المتقن المنتظم، يدل على علم الخالق سبحانه وتعالى، يدل على علم الله عز وجل الذي أبدعه وأوجده منتظما لا يختلف لآلاف السنين، لم يختلف منذ خلقه الله سبحانه وتعالى على نظام الرب سبحانه وتعالى، لم يختلف. نعم، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتح الغيب قالوا هي المذكورة في سورة لقمان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. نعم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. نعم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الذي هو اللوح المحفوظ. نعم، وهو علم الله به
المحيط فهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. توفاكم بالليل يعني النوم، النوم وفاة، وفاة صغرى. توفاكم بالليل يعني تنامون. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم، ما جرحتم يعني ما اكتسبتم بجوارحكم، ما كسبتم بجوارحكم النهار. فهو الذي يتوفاكم بالليل وفاة النوم، ثم يبعثكم فيه يوقظكم من النوم ليقضى أجل مسمى أجالكم وأعماركم. نعم. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نعم. وفي ذلك رد على المعلة. قال الإمام عبد العزيز المكي الكناني، الإمام المشهور عبد العزيز الكناني الذي أفحم هؤلاء، أفحمهم ولم يستطيعوا مقابلته لما ناظرهم. نعم. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، العزيز الكناني، نعم، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي. كتاب الحيدة، أن بشرا لما ناظره عبد العزيز الكناني حاد عن الجواب، سمي كتاب الحيدة، وهو مطبوع، الكتاب مطبوع وموجود والحمد لله. في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الإسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. نعم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. من جملة ما احتج به المبطل أن الله قال جعل يعني معناها صير، والتصير هذا يتغير. فقال له عبد العزيز الكناني قوله تعالى لا تجعل الله عرضة لأيمان، يعني معناه لا تخلق الله، فأفهمه. فليست جعل دائما معناها خلق، جعل لها معاني، ويقول لا، جعل معناها خلق. نعم. والدليل العقلي على علمه سبحانه وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. أي نعم، أن تنظر إلى هذه الأشياء المحكمة المتقنة، هل يعني أوجدها العلم؟ ما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ما أوجدها إلا بعلم سبحانه وتعالى. نعم. والدليل العقلي على علمه سبحانه وتعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. أنت لما تنظر إلى آلة مصنوعة فيها محركات وفيها أشياء، ألا تقول الذي صنع هذه عنده علم؟ عنده علم بالصناعة، لو ما عنده علم ما صنع هذه الآلة، هذا في آلة جزئية، فكيف بالخلق كله؟ أدل على علم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. نعم. لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. لا في شك. نعم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له صفة كمال، لأن الله له الكمال سبحانه، وإذا كان له الكمال فلا بد أن يكون عالما. نعم. لأن من الكمال العلم. نعم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. نعم. الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو هو الذي أعطى العلم لخلقه، هو الذي أعطى العلم لخلقه، فدل على أنه سبحانه هو الأولى بالعلم، لأن واهب الشيء الجاهل ما يستطيع، واهب الشيء أولى به. نعم. فالله وهب العلم لخلقه فهو أولى بالعلم منه، لأنه هو الذي وهبه لهم. نعم. الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكلام ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. ومن الممتنع، والله تعالى له المثل الأعلى. ومن الممتنع، ومن الممتنع. نعم. أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه. عاريا منه يعني ليس كاملا. نعم. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. نعم. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. كل ما ثبت، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به. يلحقون به قيد، والشيخ ما جاب القيد. كل كمال لا ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به. فمثلا النوم كمال في المخلوق ولا لا؟ اللي ما ينام هذا مريض ولا فيه آفة، فالنوم كمال للمخلوق لكنه يستلزم النقص، لأن النوم غفلة. النوم كمال في المخلوق يستلزم النقص، يدل على أن المخلوق ناقص، اللي ينام يحتاج للنوم هذا ناقص، ما في شك. فلا بد من هذا القيد: كل كمال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به. نعم. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. قدر الله لهم أي للخلق أقدارا، قدرها في اللوح المحفوظ فهم يمشون عليها، لا تتخلف ولا تتغير. نعم. قال الشارح: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الله جل وعلا كل شيء، الله هو الخالق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. أعدها. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. الله جل وعلا قال عن نفسه أنه خلق كل شيء فقدره
تقديرا، يعني في اللوح المحفوظ كتبه. نعم. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، مثل خلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أمر الله قدرا مقدورا، يعني قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال كل تعالى شيء يرجع إلى القدر، ما في شك. نعم. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلق فسوى، يعني كمل خلقه سبحانه وتعالى، سواه يعني كمله بما يستحق. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر المقادير وهدى الخلق إلى هذه المقادير التي قدرها لهم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، على البحر، يعني على البحر، البحر المستور فوق السماوات، بحر فوق السماوات، بحر، بحر مسجور فوقه العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وضرب لهم آجالا. قال الشارح: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل شيء له أجل مقدر لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، إذا جاء الأجل فلا بد أن المخلوق يتقيد به. نعم. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يستقدمون ساعة يعني جزء من الوقت، ما هي بالساعة ل60 دقيقة، لا، الساعة هنا المراد بها الجزء من الوقت. نعم. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ما كان لنفس أن تموت، يعني تفارق الحياة، إلا بإذن الله بقضائه وقدره. ثم قال: كتابا مؤجلا، فهي تموت بموجب ما كتب لها في اللوح المحفوظ من عمر ورزق وغير ذلك. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه أخت معاوية. نعم. قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نعم. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه، هذا يقول الشاعر: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. نعم. والله سبحانه: وهذا باطل والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. أي الحياة لها سبب والموت له سبب. نعم، كل شيء له سبب. نعم. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل
لعاش، لأنهم ينفون القدر، المعتزلة ينفون القدر. نعم. ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل. له أجلان، ما هو إلا أجل واحد. نعم. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب، هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم. وجوب القصاص على القاتل لا لأنه أنهى حياة هذا المقتول ويعني قطع أجله، هذا هو أجله، القتل هو أجله. يقولون لا، أنه قطع أجله، لو أنه ما قتله يعيش إلى الأجل المقدر، هذا هو المقدر، الله كتب أنه يقتل. نعم. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر. قيل يعني من أراد أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قيل معناه أن الله يزيد في عمر الواصل، الله قدر أن هذا يصل رحمه، الله يزيد في عمره. وقيل معناه أن الله يبارك في عمره ما يغير ولا، لكن يبارك فيه ويجعله يستفيد من عمره. نعم، هذا معنى ينسأ له في أجله، يبارك له في عمره. نعم، حتى يصير كالعمر الطويل. نعم. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر نقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل. والدعاء من القدر، الدعاء من القدر، فيدفع القدر بالقدر. ولهذا لما وقع الطاعون في الشام، وكان عمر رضي الله عنه ذاهبا إلى الشام، فلما بلغه وقوع الطاعون انصرف عن الشام، فقال له أبو عبيدة بن الجراح: تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. نعم. لا يرد إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، سبب يحرم الرزق، يكون الذنب سبب لحرمان الرزق، كما أن الطاعة سبب لحصول الرزق. الأشياء لها أسباب، الله قدر أشياء مبنية على أسباب،
إذا وجد السبب وجد المسبب. نعم. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، يعني لا يدفع أجلا ولا يأتي برزق، وإنما يستخرج به من البخيل اللي ما يفعل الطاعة إلا كود بنذر، ما يفعلها ابتداء ورغبة فيها. نعم. وفي الحديث رد على من يظن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يخرج به من البخيل اللي ما يفعل الطاعة إلا كود ينذر. نعم. واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض. واعلم تقف عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كلام نعيم ابن حماد الخزاعي رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر إلى آخره، هل المراد الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ نعم، المراد الكفر الأكبر، شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر، كفر المخرج من الملة لأنه معارض لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل المشبهة والمعطلة يقال بأنهم خارجون من دائرة الإسلام تماما؟ مقلدة أكثر ومقلدة، ما يتعمدوا يخرجون من دائرة الإسلام، لكنهم ما تعمدوا هم مقلدة أكثر ومقلدة لمن قبلهم، توارثوا هذا المذهب ومشوا عليه، ولم يبين لهم أو يتبين لهم بطلان هذا الشيء، الله أعلم بأحوالهم، لم نكفرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما تفسير هذه الآية؟ معبود، يعني إله يعني معبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أنه معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. إله يعني مألوه، إله مألوه يعني معبود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن إمام الحرمين أنه قال ليتنا نموت على عقائد عجائز نيسابور، يقول ما مقصوده بعقائد هؤلاء العجائز؟ أنهم ما دخلوا في علم الكلام والجدل، يتمنى أنهم ما دخلوا في علم الجدل وعلم وأنهم على الفطرة مثل العجائز على فطرتهم. نعم. هذا في دليل على بطلان علم الكلام وأنه لا يؤدي إلا إلى الحيرة والاضطراب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول القول بالاتحادية وبالحلول هل يعد أمرا كفرا؟ ما في شك أن يقول بالحلول أن الله حال في خلقه، حلولية كفار، ما في شك. والاتحادية لأصحاب وحدة الوجود، أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وأشباهه، الحاد، هذا أكفر أهل الأرض، يقول ابن عربي هو أكفر أهل الأرض، وينسب إليه أنه قال كنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول كثيرا ما يقال عند ضرب الأمثال أو غيرها يقال ولله المثل الأعلى. ما في شك، الكمال يعني لله الكمال المطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أم الخلق بالله على الإطلاق؟ ما في شك أن محمد هو أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. نعم. وما تفسير قول الله سبحانه علمه شديد القوى، هل هو جبريل عليه السلام؟ شديد القوى جبريل، علمه بأمر الله، جبريل يرسله الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيعلم محمدا صلى الله عليه وسلم، يبلغه عن الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن الله سبحانه وتعالى يطلق عليه قياس الشبه أو قياس الأولى؟ قياس الأولى، الشبه لا، ما يجوز، ما يشبه بخلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل المشركين قياس الشبه قياس العلة، إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هذا قياس العلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يقال بأن مشركي العرب يؤمنون بأسماء الله وصفاته كما يؤمن الصحابة رضوان الله عليهم بها؟ أهل الجاهلية يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية فقط، ولا يؤمنون بتوحيد الألوهية، يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، وقوله: وصوركم فأحسن صوركم، هل تدخل هذه الآيات ضمن اسم الله عز وجل المصور؟ إيه نعم، جاء اسمه في آخر سورة الحشر: المصور، له الأسماء الحسنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لماذا ينكر المشركون اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم؟ لأنهم يقولون: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعني مسيلمة، واللي تسمى بالرحمن. هم جهال، يعني يجهلون أسماء الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يقال بأن الجعد ابن درهم ومن اتبعه على مذهبه أنهم متبعون لليهود في عقيدتهم؟ يقال أنهم ضلال، مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، يكفي أنهم مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا بشر المريسي وغيره من المعتزلة ينفون صفة العلم عز وجل، صفة العلم عن الله عز وجل، ويقولون لا يجهل، ولا يقولون إنه يعلم؟ والله اسألهم، أنا ما أدري، أنا أقول هذا باطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: خبر شيخنا الشيخ الشنقيطي لأسأله واحد عن مثل هذا السؤال، قال: إذا لقيته فاسأله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأنبياء والرسل عدا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: الأنبياء والرسل عدا رسولنا محمد صلى الله عليه عدا وسلم. عدا إيش؟ عدا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يبعد رسولنا سم، أو ما جاءت قبلها ما، إذا جاءت قبلها ما عدا في وينصب اللي بعدها، أما إذا كانت عدا بدون ما فهي تضاف إلى ما بعدها ويجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأنبياء والرسل عدا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، هل يصلى عليهم ويسلم أم يكتفى بالصلاة فقط؟ لا، يصلى عليهم ويسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هذا الدعاء وهو: أطال الله عمرك، أطال الله عمرك على عمل صالح، هل هو مخالف لما ورد في حديث أم حبيبة؟ لا، ما هو مخالف، أطاله على عمل صالح، هذا لا بأس، هذا طول العمر إذا كان على عمل صالح فهو خير. نعم. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا اكتشفوا بئرا وقالوا بأن ماء هذا البئر فيه شفاء من الأمراض، وبخاصة السحر والمس، هل يقبل هذا إذا ثبت بالتجربة؟ لا، أنه لا لا، السحر والمس ما تعالج إلا بسحر مثله، وهذا محرم، ما يجوز، أو بالدعاء والقرآن والرقية. نعم، يعالج بالرقية من القرآن والأدعية الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أخذ الجوائز في المسابقات للقرآن الكريم، في مسابقات حفظ القرآن الكريم، هل هي جائزة أم هي داخلة في أخذ المال على القرب؟ جائزة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هي جائزة لأنها تشجع على حفظ القرآن وعلى نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من لا يستطيع الجمع بين بره لوالديه وبين طلبه للعلم، أيهما يقدم على الآخر، البر أم طلب العلم؟ يقدم بر الوالدين إذا كان يحتاجان إليه، إذا كان يحتاجان إليه لخدمتهما أو لأجل التكسب لهما وإغنائهما عن الناس، ويقدم على طلب العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كنت أصلي راتبة الظهر البعدية، فجاء رجل وصف معي فحولت نيتي إلى إمام، فهل فعلي هذا صواب؟ إيش؟ يقول: كنت أصلي راتبة الظهر البعدية، فجاء رجل وصف معي فحولت نيتي إلى إمام، فهل فعلي هذا صواب؟ المأموم لا يكون إماما، هذا مأموم أصلاً ولا لا؟ يصلي راتبة منفرد، يصلي بعد الفريضة، وهو صلىها مع إمام، ها؟ صلى الفريضة مع إمام وقام يجيب نافلة، نعم، جاء واحد ودخل معه، نعم، لا، ما يكون المأموم إماما إلا باستخلاف الإمام له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ورد أنه عند نزول المطر يكون هذا وقت إجابة للدعاء؟ إيه نعم، إيه نعم، يدعون عند نزول المطر لأنه وقت إجابة للدعاء، لأن المطر نازل من السماء من عند الله عز وجل، وهو وقت لإجابة الدعاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من دعا الأموات واستغاث بهم، ما حكمه، وهل يصلح أن يكون إماما؟ هذا مشرك، اللي يدعو الأموات هذا مشرك، وكيف يكون إماما؟ ما هو مسلم حتى يكون إماما، حتى يتوب إلى الله ويخلص الدعاء لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان ليلة الجمعة وليس في فجر صلاة الجمعة؟ ما أتى بالسنة، السنة أنهم يقرآن في صلاة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إذا توفي شخص فبكى أهله عليه، فهل يعذب بسبب بكائهم ويكون آثما بذلك؟ هذا للعلماء فيه كلام، يقولون يعذب، ما هو معناه أنه يعذب بالنار، لأنه يتألم من بكائهم عليه، والألم نوع من العذاب، يتألم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: رجل، وبعضهم يقول أنه إذا أوصاهم بأنهم يبكون عليه أنه يعذب، لأنه أوصاهم بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يجوز له أن يتنفل بعد هذا الجمع، أم أنه قد دخل وقت النهي في حقه؟ دخل وقت النهي في حقه، إذا صلى دخل وقت النهي في حقه، ولو كانت العصر مجموعة مع الظهر في وقت الظهر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل تعتبر المحاضرة الدراسية في الجامعة، هل تعتبر عذرا للأستاذ وللطلبة في عدم شهود صلاة الجماعة في المسجد، لأن يقول في جامعتنا هناك تعارض بين أوقات الدراسة وأوقات الصلاة؟ لماذا لا تعدل أوقات الدراسة مع أوقات الصلاة؟ أوقات الصلاة ألزم من الدراسة، الجدول يعدل حيث لا يتعارض مع أوقات الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
إذا كان الجامع ضيقا ولم يتسع للمصلين، فهل يجوز تكرار صلاة الجمعة في هذا الجامع مرارا؟ لا أعلم من يجيز هذا، أن الجمعة تكرر، ولكن يجعلون لهم مكانا آخر أوسع، يوسعون من الأرض ويجتمعون جميع ويصلون ويتركون هذا المسجد الضيق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو يصلون في صحراء أو في غير بنيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يريد أن زوجته تسافر إليه وتأتي إليه في بلده وتأتي بدون محرم بحجة أنه لا يستطيع الذهاب إليها للإتيان بها، هل هذا جائز؟ لا، هذا معصية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأن المرأة لو مرضت من اللي تولاها، من اللي يشيلها، لو أن الطائرة أخطأت أو صرفت الرحلة إلى مكان آخر وراحت البلد آخر، من يستقبلها؟ وين تروح؟ المرأة بحاجة إلى المحرم. نعم. كثيرا ما تعدل الطائرة عن رحلتها إلى بلد آخر لعارض عرض، وين تروح المرأة؟ يقولون لا، زوجها ينتظرها في المطار. طيب راحت عن المطار هذا، ما يقدرون هذه الظروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: منذ فترة طويلة وأنا أقرأ الفاتحة في الصلاة أثناء سكتات الإمام على رؤوس آيات سورة الفاتحة، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين وسكت، قلت بعده مباشرة الحمد لله رب العالمين وهكذا، فقيل لي إن هذا غير صحيح. أي نعم، غير صحيح. اقرأها متوالية، لا تصح إلا مرتبة متوالية. إن سكت الإمام تقرأ، وما سكت الإمام تكفي قراءة الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: القزع إذا لم يكن فيه تشبه بالكفار، هل هو محرم أو مكروه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما علل بأنه تشبه بالكفار، يقول احلقه كله أو دعه كله، لأنه مشوه، يصير حلق بعضه وترك بعض يصير مشوه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يستخدم الإنسان بعض الكريمات والمراهم التي تساعد على إنبات شعر اللحية؟ شو هذا تكلف، هذا تكلف. نبتت الحمد لله، وما نبتت فلا لوم عليك في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يسكن في مكة ويريد أن يحج، هل له أن يحج متمتعا أو لا بد أن يكون مفردا؟ الذي يسكن في مكة ويريد أن يحج، هل له أن يحج متمتعا أو لا بد أن يكون مفردا؟ ومن يحرمه من التمتع يخرج إلى التنعيم أو إلى الحل ويحرم بالعمرة ويؤديها ثم يحرم بالحج، هذا التمتع، ما يحرم بالعمرة من مكة، يحرم بها من الحل، من التنعيم، هذا أدنى الحل، أو من الجعرانة، أو من خارج الحرم، خارج حدود الحرم المكي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الشعر الذي ينبت على الخدين، هل هو داخل في حدود اللحية أم يجوز أخذه؟ اللحية ما نبت على العارضين والذقن، هذه اللحية على العارضين العظمين بجانب الوجه، بجانبي الوجه، ما نبت عليهما وعلى الذقن مجموع اللحيين، الذقن مجموع اللحيين، فهو اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يسأل فيقول: لدي بيت معد للتأجير، فهل يجوز لي أن أؤجره على طلاب وطالبات جامعيات ليسكنوه جميعا؟ لا، اختلاط لا، إذا تعلم أنه يصير اختلاط ما يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا الساحر، فهل تقبل توبته أم أنه يقتل على كل حال
إذا ثبت عليه السحر فإنه يقتل ولو أظهر التوبة، لأنه لا يؤمن أنه يتوب في الظاهر وهو على سحره في الباطن. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك: وإذا قتل فهل يقتل حدا أو ردة، بمعنى هل يكفن ويغسل ويصلى عليه، أم أنه يعد مرتدا فلا يصنع به ذلك؟ والله هذا يحتاج إلى تأمل، لو كتبت السؤال وارسلته للإفتاء ينظرون فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت والإمام في السجود فأكبر تكبيرة الإحرام، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أنني أسجد معه مباشرة؟ تكبيرة الإحرام وتنحط للسجود، والاستفتاح هذا سنة فأتى محلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة حفظكم الله لقراءة الفاتحة، هل هي واجبة على المأموم في الصلاة السرية؟ إيه نعم، القول الصحيح أنها واجبة على المأموم في الصلاة السرية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: إنه يصلي الجمعة في الجامع، أما بقية الصلوات فإنه يصليها داخل العمل، هل فعله هذا صحيح؟ صلي منفرد، ما عنده جماعة صلي مع الجماعة ولا ينفرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أنا رجل عامي وأدعو في الصلاة بدعاء عامي تلقائي، فقيل لي إن صلاتك باطلة أو تبطل بهذا الدعاء، فلا بد من أن يكون الدعاء واردا، فهل هذا القول صحيح؟ ما ندري وش الدعاء هذا، هنحكم عليه وحنا ما سمعنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للوضوء، هل يجوز للإنسان أن يغسل يديه مرة واحدة ثم يغسل وجهه 3 مرات، فأحيانا مرة وأحيانا 3 وأحيانا 2؟ الواجب مرة، وما زاد عليها إلى 3 هذا السنة، وما زاد عن 3 هو بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يحقق الخشوع في صلاته ويصل إلى أن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ يسأل ربه، هذا يسأل ربه، يدعو ربه ويحضر إلى الصلاة وهو على استعداد للصلاة، ولا يكون عنده شواغل تشغله، الله جل وعلا يمن عليه بالخشوع إذا أزال الأسباب التي تتنافى مع الخشوع. ولهذا لا صلاة بحضرة طعام، ولا صلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط، ولا صلاة في أرض حارة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، كلها الأسباب لأنها تتنافى مع الخشوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كانت المرأة في شعر رأسها شيب، هل يجوز لها أن تصبغ هذا الشيب باللون الأسود من أجل زوجها؟ لا، صبغ بالسواد ما يجوز، لا للرجال ولا للنساء، إنما تصبغه بشيء غير السواد الخالص، سواد غير خالص لا بأس، لكن سواد خالص لا. نعم. لا للرجل ولا للمرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأعمال الصالحة هل تكفر الكبائر، أم أن الكبائر تحتاج إلى توبة؟ لا بد من توبة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر، وأما أن الكبائر تكفر فلا تكفر إلا بالتوبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز القسم بقولي أقسم بآيات الله؟ أي نعم، يجوز الإقسام بآيات الله التي هي القرآن، أما آيات الله الجبال وهذه من آيات الله أو البحر، فلا يجوز هذا،
أما إن كان قصدك بآيات الله يعني آيات القرآن فلا بأس بذلك. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول: هل يجوز لي أن أقسم بهذه العبارة ورب المصحف؟ لا، ما تقول ورب المصحف، المصحف ما هو بعبد، المصحف كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. انتهى.